اخي المواطن اختي المواطنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسلسل هذه الحلقة الخاصة الطبية التي نستعرض خلالها ما قامت به مشفى هرجيس الدولي وقافلاتها الطبية رقم 41 الى اقليم بورما قبل يومين، والخدمات الطبية التي قدمتها الى مرضى الاقليم، حيث استطاعت من اجراء الكشوفات الطبية على حوالي 421 مريضا ومريضة بالاقليم، كما قدمت ايضا ادوية طبية لاعداد كبيرة منهم، كما اقرت باجراء 17 عملية جراحية، وتم تحويلهم الى مشفى هرجيس الدولي بالعاصمة هرجيس لفحصهم واجراء عمليات طبية لهم بالمجان. هذا ولم تكن هذه القافلة الطبية التي قدمتها مشفى هرجيس الدولي الى اقليم بورما هي الاولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل قامت على مدار 3 سنوات بالصوماليلاند بتقديم قوافل طبية مجهزة باجهزة عصرية وكميات كبيرة من الادوية الطبية، اضافة الى نخبة كبيرة جدا من الاطباء المتخصصون للمساهمة في تخفيف أعباء هؤلاء المرضى، وهي قافلة رقم 41 كما قلت. نتابع هذا الأسبوع ما قامت به تلك القافلة الطبية بخدمات طبية بإقليم أوضل. أطيب الأوقات أرجوها لكم، فابقوا معنا فضلا. نحن الآن في قافلة الشيخ علي، وهي قافلة طبية مجانية وتبرع بها أهل الخير من لجنة سنابل الخير، جزاهم الله كل خير. نشكر الإخوة القائمين على التبرع. تم بحمد الله حتى الآن الساعة 11 صباحا الكشف على أكثر من 400 حالة في جميع الأقسام والتخصصات، قسم النساء والتوليد، قسم الباطنة، قسم الجراحة العامة، قسم المسالك، قسم الأسنان، قسم الأطفال، وبفضل الله تم الكشف على حالات كثيرة وتم تحويل بعض هذه الحالات إلى المستشفى. قربنا على كشف من على في حدود 50 حالة. للأسف الشديد معظم الحالات اللي أتت يعني الأسنان في حالة سيئة جدا من تسوس وأسنان متكسرة والتهابات شديدة في اللثة. نحاول بقدر الإمكان أن نحول الحالات المحتاجة والضرورية إلى العيادة لنسوي لها اللازم. احنا بنتحرك في تقريبا حدود من 150 ل 200 صنف من الادويه بيغطوا معظم التخصصات اللي موجوده معانا. بفضل الله عندنا ميزه ان احنا لو المريض جالنا وفي ادويه عندي الطبيب طلبها له مش موجوده، بعطيله علامه معينه في الروشته وبيجي لي في الصيدليه في مستشفى عندنا في المستشفى، مستشفى بورما الدولي، بفضل الله بنعطيها له وبناخد منه الورقه اللي فيها العلامه. وحن جوجنا شيخ علي، حنانه الشيخ علي مدرسه نور، وحن قابلني مانتا بقول يكوب يلا باتن حالدود وقول يران نادو وحول حولي يمكن نشر طبعا حالدود وضم ضمر اور له لا طبعا مس تضبع حالدود وضم كسود دقي المغرب كسود دقي كادو دافع يسو مشكلة دكوا هاي سطوا حقا دلمدن فرحة بدن له أما دلمدن عنف قال كذا دلنا يو المغرب كسود جيو. النهارده استقبلنا اكتر من 50 عيان، ولسه في حوالي 20 عيان. ده متوسط قوافل بيكون من 70 الى 80 طفل صغير. قلنا في قوافل حالات كتير جدا مهمله تحتاج الى اشعه وتحليل وتشخيص، وحالات تحتاج الى علاج مستمر، حالات من السكر، الاطفال اللي عندهم عيوب خلقيه سواء في القلب او في الكلى. من فضل الله عز وجل حتى الان احنا كشفنا على 100 حاله والبقيه موجودة خارج في الخارج، سوف نقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه. قمنا بحجز عدد من العمليات الكبرى والعمليات الصغرى. العمليات الكبرى حوالي 5 عمليات استئصال للغدة الدرقية، ومعنا حالات البواسير حوالي 5، ومعنا حالات الأكياس الدهنية والهيرنياز اللي هي الفتاء، ودول بنحولهم على مستشفى بورما الدولي عندنا وبقوم بعملهم في المستشفى على نفقة القافلة بمشيئة الله عز وجل. أخي المواطن أختي المواطنة، إلى هنا نأتي بكم ومعكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، واستعرضنا خلالها ما قام به مشفى هرجيس الدولي من تقديم خدمات طبية إلى مرضى إقليم أوضل.
نشكركم على حسن وطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر يجمع بيننا. دمتم بأمان الله.